توقعات الحلقة 20 من مسلسل ولاد بديع. منكفي بالحلقة اللي قبل ومنشوف ام سليم عم تقله شو هول الذهابات، فبيقلها انه هول الذهابات هن من شغلي، وانا ما زال صار هيدا بيتي، صار لازم ان نجيبه لهون، وهيدول بدنا نأمن فيه مستقبلنا ومستقبل ولادنا. بتقله شو هالشغل اللي عم يأمن لك هالقد مصاري وذهب؟ بيقلها طيب تعي لحتى فهمك. سكر بتكون كتير خايفة وبتروح على الفندق، بتقلها ياسين وبتقله تعال حقني وشوف شو عم يصير. بيقلها شوفي شو صاير. بتقله يمان قتل غاندي وشكله مولعة كلها، فياسيم كمان بخاف وبيقلها شكلنا فتنا بطريق مسدود ورح ننحرق فيه كلنا. بتقله سكر لكن انا رح ضل بالفندق ومش ما بقى رح انزل ابدا. فبيقلها وانا عندي مصيبة كتير كبيرة كمان. بتقله شوفي، بيقلها بعدين بخبرك. يمان بيروح عند شاهين على الدباغات وبيجي معه رجال وهيك بيوقف قدام شاهين وبيقله بدي اخواتك سكر وياسين هلا. بيقله يا شاهين انه انا ما بحكي معهم، شوفي شو بدك فيهم. بيقله سرقوا مني الذهبات، يا على بكره يا بتقول لهم على بكره يجيبوا لي الذهبات يا اما جاي احرق الدنيا كلها. شاهين بدق لها سكر وبيقول لها انه شو عاملين انت وخيك وليش جاي يمان بده يقتلكم وهالقد معصب ومدري شو وشو هن هول الذهب اللي سرقتون. فبتقول له الذهب هول هن ذهبات ابو الهول وانا اكثر وحده شقيت فيهم ومدري شو وتعذبت لحتى قدر ياخذهم يمان وهلا انا بدي اياهم. ياسين بيقول لها لأم سليم إنه هول الذهبات هن إلي ولسكر وهن بالأصل لزوجة لسكر، فقبل ما يموت كان بده يتزوجها. أنت بتعرفي أبو الهول كان يحبها وبده يتزوجها، فقبل ما يموت كان قايلها على مطرحهم. لما مات جابت الذهبات بمساعدتي وأكيد ما قدرت إنها تخليهم معها، فعشان هيك أنا حطيتهم عنده. بتقوله أنا حاسة إنه في ورا هاي القصة قصة كتير كبيرة، بس الذهب اللي فاتوا لعندي على البيت انا بدي اصير شريكه فيهم. بقول لها كيف يعني هالحكي؟ بتقول له ما خصني الذهب لما يكونوا عندي، يعني انا إلي حصه فيهم، ما رح يطلعوا بلا ما انا استفيد. وبيقبل ياسين لانه ما عنده غير هيدا الحل. مختار بيرجع يحيى على البيت وبيرجع بربطه وبقرر انه يديله جرعات اكبر لحتى يضلوا مش متذكر شيء ومش عم يتحرك. وهيك بيرجع شاهين بدق له سكر وبيقول له شو صار معكم رجعتوا الذهبات؟ بتقول له لا ما رح رجعون هول الذهبات لإلي، كانوا لزوجي وصاروا لإلي. بيقول لها انت بدك تضلي تعملي لنا مشاكل، بلكي بكره قتلك او قتل ياسين او عملنا شيء. فبتقول له انا ماني خايفه منه اصلا، لما ينباعوا الذهبات وهيك انا فالي اصلا من هون ترك البلد كله. تلتقى عبير مع هديل وبتقول له انه انا كنت ظلميته لمختار ويحيى كان معه، بس يحيى منيح اللي تركتيه لانه لو شفتيه هلا ما كنت حتعرفي انه منه عم يحكي وعم يتعاطى ومصاحب بنات وهي القصص. وهيدا توقع الحلقه 20، ان شاء الله يكون عجبكم. بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه، بحبكم كتير. باي باي.